السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما أبلش بهذا الفيديو، صلوا على النبي واذكروا الله. بهذا الفيديو راح نشرح كيف بنحل مشكلة عدم فتح بعض المواقع الإلكترونية في هاتفنا، هذا طبعا على متصفح الكروم أو الإنترنت أو غيره. الخطوة اللي راح نشرحها ما بتحتاج إلى تشغيل في بي إن أو تنزيل تطبيقات في بي إن، فلو كنتوا حابين تحلوا المشكلة ابقوا معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا فيكم من جديد. مثل ما حكينا راح نشرح كيف نحن بنتمكن من الدخول إلى المواقع الإلكترونية بدون في بي إن، وبنفوت إلى جميع المواقع المحظورة عنا. قبل ما تابع شرح الخطوة، بتمنى أول شيء منكم دعم قناتي هاي، وذلك بالضغط على زر الإعجاب وتفعيل زر الجرس وأيضا الاشتراك فيه. طبعا الخطوة اللي راح اشرحها بتعتمد انه نغير متصفح الكروم ونغير متصفح الانترنت الاساسي في هاتفنا ونستبدلهم بمتصفح اوبرا ميني. هذا المتصفح طبعا فيه اوبرا، لا انا اعمل لكم اوبرا ميني، نزلوه من خلال متصفح جوجل كروم او متجر جوجل بلاي، او تركت لكم رابط تنزيله اسفل الفيديو من خلال الوصف. نزلوه لما تفتحوه بيفتح نفس الكروم تماما. طبعا بتبحثوا وان شاء الله كل المواقع راح تفتح من خلاله.